السلام عليكم. زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتفاصيل هذه الزيارة طبعا بينت بشكل أكبر اليوم بعد تسريبات كثيرة عن هذه الزيارة، أنه فعليا السيد الكاظمي راح يروح ويلتقي برئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، وهذا يعتبر طبعا يعني صار للعراق فعليا فترة طويلة من زار الولايات المتحدة الأمريكية، من فترة السيد حيدر العبادي ما شفنا أي زيارة بعدها، وخاصة في فترة السيد عادل عبد المهدي، على الرغم من كثرة التصريحات أنه سيزور الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، ما صار هذا الموضوع، اقتصر على عدد من المسؤولين في الحكومة العراقية من رئيس مجلس نواب أو غيرها. لذلك أكو ترقب كبير جدا لهذه الزيارة، وطبعا التأكيدات صارت رسمية اللي احنا بدنا نحكي عنها على طبعا لسان وزير الخارجية العراقي السيد فؤاد حسين بلقائه مع الممثلة الأممية جينم بلاسخارت. واضح التواصل المباشر والسريع مع الأمم المتحدة في كل شيء اليوم. أهم ما تم تداوله هنا هي طبعا زيارة رئيس الوزراء العراقي مثل ما حكينا، وأيضا هم ناقشوا عدد من الأمور الكثيرة، دور الأمم المتحدة في العراق، قضايا كثيرة حقيقة، لكن هذا اللي مركزين احنا عليه اليوم اللي هي هذه الزيارة اللي نطى تفاصيل السيد فؤاد حسين. يعني هل هي ستكون فعليا هذه الزيارة هي جزء من الحوار الاستراتيجي الأمريكي، أم هي زيارة قبل الجولة الثانية للحوار الاستراتيجي الأمريكي؟ أكد طبعا السيد الدكتور فؤاد حسين، قال إن زيارة رئيس الوزراء في الشهر المقبل إلى العاصمة واشنطن تأتي لاستكمال الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية. وطبعا يعني صارت أكو تسريبات كثيرة بعد هذه التصريحات والتأكيدات إنه شنو أهداف السيد مصطفى الكاظمي والوفد اللي راح يروح به طبعا في الربع الأخير من شهر تموز القادم. هذه هي التوقعات. بعدها يعني أكو فد تحضيرات كبيرة جدا لهذه الزيارة. التسريبات اللي تقول بحسب أهداف، الأهداف طبعا قد تكون واضحة للشعب العراقي، لكن بحسب التسريبات هذه هي النقاط اللي نشرت. أولا الحصول على الدعم والمساعدة للعراق للخروج من الأزمة المالية الحالية، وثانيا الوجود العسكري الأمريكي في العراق، وثالثا ملف التعاون الأمني والوضع السياسي العام. هسه قضية الوجود العسكري الأمريكي في العراق هذه فت قضية مفصلية جدا الآن في هذه كل هذه الزيارات والمفاوضات وغيرها. أكو ضغوط، ضغوط برلمانية، ضغوط من نواب البرلمان، من كتل سياسية، وخاصة من الأطراف اللي كانت موجودة في جلسة البرلمان اللي صوتوا بها على إخراج القوات الأجنبية كلها من العراق بعد الضربة اللي نذكرها في مطار بغداد. ضغط هائل جدا. طلعت تصريحات، واحدة من أهم التصريحات هي كانت طبعا إلى عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي السيد مختار الموسوي. شوف شنو اللي قاله، تصريح قوي جدا، قال على رئيس الوزراء العراقي الاعتماد على قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأجنبية من العراق في حواراته بواشنطن. أضاف أيضا فهذا الأمر ملزم ولا يمكن عدم تنفيذه، وعدم الالتزام به سيجعل البرلمان يتخذ خطوات ضد الكاظمي وحكومته. وطبعا هذه معناته قد تكون اكو لا سامح الله جلسه معينه لاقاله الحكومه اذا ما صارت الامور بالشكل اللي هذه الاطراف بدها تحكي به الان. هذا هو التصور من هيك تصريحات. هسه هذه قضيه يعني ايضا من هذا اللقاء اللي صار بين وزير الخارجيه والممثله الامميه. وزير الخارجية أكد بأنه راح تكون إلى زيارات قد تكون متزامنة مع زيارة الكاظمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هو حيروح إلى الرياض وراح يروح أيضا إلى طهران، لأنه حكومة الكاظمي تدور عن توازنات في المنطقة وعلاقات متوازنة وإعادة ترتيب الأوراق. هذا هو الهدف الرسمي الموجود. القضية المثيرة بهذا الموضوع أنه أكو وجهة نظر أمريكية من سي بي أس نيوز حقيقة هي اللي نشرتها في تاريخ 8/5 من أول ما تعين السيد مصطفى الكاظمي، شافت أنه النظر بما يحدث بين أمريكا وبين إيران قد لا يكون بالأمر الأساسي مقارنة بما يحدث في الشارع العراقي ومطالب الشارع العراقي. هذا اللي قالته سي بي أس نيوز. قد يكون أكبر تحد للكاظمي هو إقناع الشعب العراقي المرهق بأنه سيعمل لمصلحته قبل أن يقوم بأي شيء لمصلحة الولايات المتحدة أو أي
قوة أجنبية أخرى. طبعا السيد الكاظمي مؤخرا لا ننسى أنه فعليا الأقوال صارت أفعال في قضية رفحاء ومزدوجي الرواتب. الرجل قرر وأكو قناعة عند الشعب العراقي الآن أن الرجل فعليا سوى شيء في هذا الموضوع، لكن البعض قلل من أهمية قضية رفحاء واعتبرها هي قرار يذهب إلى وزارة المالية وينتهي صرف هذه الأموال، وبالتالي هي ليست بالقضية الكبيرة بحجم هذه التحديات. ولا ننسى المتظاهرين اتهموا ميليشيات تابعة إلى إيران هي من قمعت التظاهرات وتطالب الكاظمي بهذا الموضوع في التدخل، فقد تكون لهذه الزيارة ومحاولة إعادة ترتيب الأوراق دور مهم في يعني تهدئة الأمور خاصة في الشارع العراقي والظروف الصعبة اللي يعيشها العراق. هسه أكو كانت ردود أفعال كثيرة جدا، طبعا احنا اختارينا أبرز ردود الأفعال اللي موجودة على زيارة الكاظمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأخبارها. فاطمة على سبيل المثال قالت هذا الزلمة يحب التوازن، حقاني كلش بالعلاقات. وأيضا وجهة نظر أخرى كانت من عثمان الدليمي على سبيل المثال قال جولة مجرد تكلف الدولة ماليا ولا فائدة مرجوة منها. فلذلك هذه وجهات النظر، واختلاف وجهات النظر دائما هو موجود بالعراق، وهذا الموضوع المثير طبعا سنناقشه بكل تفاصيله مع ضيوف مهمين. احنا اليوم حقيقة ينضمون إلينا ومختصين بهذا الموضوع تماما فيما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. أود أن أرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية من عمان، نائب مدير مركز الخلد للدراسات والبحوث السيد دكتور رافع الكبيسي. حياكم الله دكتور رافع، وأبدي مع حضرتك مباشرة يعني قضية هذه الزيارة سيدي الكريم. يعني ألا تعتقد أن يعني سوينا إحنا زيارات قبلها، راح الدكتور حيدر العبادي وقابل السيد ترامب، وفي نهاية المطاف لم تأتي الزيارة بنتيجة، كل شيء إجا بالعكس وكل شيء إجا مخالف للاتفاقيات ويا أمريكا وغيرها، ليش هذه الزيارة بحد ذاتها حتكون مختلفة عن زيارة حيدر العبادي في السابق؟ أهلا وسهلا سيد أحمد بيك ومشاهدي فضائية التغيير. حياك الله. التقليد المتبع منذ 2003 أي رئيس وزراء أو حتى ما سبق رئيس مجلس الحكم المنتدب دائما يزورون الولايات المتحدة باعتبار الدولة هي اللي غيرت المشهد أو احتلت العراق وغزت العراق بعد 2003، فمن الواجب أنه يصير عملية اتصال بمراكز القرار الأمريكية. ربما مثل ما ذكرت حضرتك أنه عادل عبد المهدي رئيس الوزراء السابق لم تتاح له الفرصة لأنه عليه مآخذ من قبل الإدارة الأمريكية، ولم تمنحه مثل هذه الفرصة باعتباره أكثر ميل في التوازن الموجود بين الولايات المتحدة وبين إيران. أكيد رئيس الوزراء حاليا يحتاج الولايات المتحدة باعتبارها وأكو نوع من الاتصالات والمفاوضات على موضوع الاتفاقية وما سبقها من قرار مجلس النواب وغير ذلك. وكانت الجلسة الأولى بقدر ما هي يعني نص يعني عرجت على الأمور المهمة لكن لم تستطيع أن تحسم الأمور. ورئيس الوزراء هذه المرة يذهب إلى الولايات المتحدة وهو معبأ بحقيقة عبء كبير يتعلق بالمشهد الاقتصادي في العراق الناجم عن انخفاض سعر البترول وآثار حقيقة فيروس كورونا، بالإضافة إلى أنه ما ذكره مستشار رئيس الوزراء بأنه استلم خزينة يعني خاوية إلا من 300 مليون دولار، وهذه مما ثار انتباه العراقيين وحقيقة ارتباكهم كيف دولة مثل العراق دولة نفطية دخلها أكثر من 1100 مليار من بعد 2003 لحد الآن، وخاوية ميزانيتها بهذا الشكل ومطالب الجماهير كثيرة، وكثير من القرارات اللي اتخذتها حكومة عادل عبد المهدي أصبحت على الرف. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه يعني أكو ضغط على سواء على الكاظمي أو غيره وهو عبء التكوين الجهاز الإداري المتضخم مع المتقاعدين اللي يصل إلى 7 مليون، متطلبات إدامتها أصبحت كلش صعبة، يعني
بس دكتور يعني إيه؟ اكو ضغط اكو نعم ضغط نعم يروح الرجل مثقل بضغوط خطيره جدا يريدوه يطلع الامريكان، احنا نريدك تروح تبلغ الامريكان وتحط موعد لانسحاب القوات الامريكيه قرار برلماني موجود، ناس دا تنتظر هذا الموضوع، لا منتظرين مساعدات ماليه ولا غيره، هم يصرحون فقط في هذه الامور. كيف للكاظمي ان ينجح في زيارته في ظل هذا الضغط اللي دا احكي لك عليه؟ لا شوف، المسألة متعددة، يعني اللي طرح بومبيو أنه مسألة توسيع فرشة الاتفاقية الاتفاق الاستراتيجي تتعلق بالأمور الثقافية والاقتصادية والاستثمار، وكذلك ما يتعلق ببعض الموروثات اللي مؤتمنة لدى الولايات المتحدة وغيرها، ومسائل متعددة يعني كذلك الاستفادة من المستشارين الأمريكان للشؤون الاقتصادية، وهذا ما تم في الجلسة الأولى، رغم أن الجلسة الأولى كانت مقتضبة لكن طرحت مثل هذه المسائل ولم تحسم. الكاظمي يذهب ليس فقط للجانب العسكري والأمني، جانب العسكري والأمني صار رأي أولي أنه يعني محاولة تحجيم القوات الأمريكية الموجودة وتحديد أعدادها، ولكن الانسحاب يعني المتكامل مثل ما يريد مجلس النواب هذا يتم في مراحل لاحقة. أما ضغوطات مجلس النواب فهو القرار اتخذ في ظرف استثنائي بعد حادثة يعني حقيقة سليماني، وبالإضافة إلى يعني التحركات الشعبية الموجودة اللي حاصرت السفارة الأمريكية وكثير من المسائل، فاتخذ على عجل هذا القرار. ولكن كل العقلاء يقولون يجب علينا الانتباه أن الولايات المتحدة دولة كبرى، بقدر ما يعني تحتاج العراق طيب ضمن العفو ضمن الموازنات الموجودة في المنطقة جيد وضمن استحقاقها اللي هي تعتقده، لكن بالمقابل العراق محتاج الولايات المتحدة ومحتاج إمكانيات. سيدي أريد أقول كلمة قبل ما طيب يعني كثير من الدول اللي مرت بالمراحل مر بها العراق، ألمانيا لديها قواعد وقاعدة إيكنوا في اليابان وقاعدة في الفلبين، وعندما قرر ترامب سحب نصف القوات الأمريكية من ألمانيا طلبت ألمانيا الاستمرار لحاجتها، بالإضافة إلى استفادة المناطق اللي موجودة فيها القواعد الأمريكية اقتصاديا. العالم يفكر بتفكير يعني يعني بمقاربات اقتصادية بمقاربات عقلانية، احنا دائما ناخذ ردود الفعل طيب والعواطف وما يجينا يسرب من الخارج من المصالح. طيب دكتورة، فإذا يعني دعني أنتقل الآن إلى ضيفنا من الولايات المتحدة الأمريكية منسق التحالف العراقي الدكتور سامي الجبوري. حياكم الله دكتور سامي. يعني الآن كيف تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى الكاظمي الآن في ظل هذه الزيارة؟ هل ستتفهم الولايات المتحدة الأمريكية أن الرجل مضغوط ومثقل بالضغوط من بغداد، ويعني هل ستجد طريقة معينة لإنجاح حكومة الكاظمي ومساعيها في خلق التوازنات في رأيك؟ شكرا للاستضافة. نعم، الولايات المتحدة تعطي دعم حالي موجود، ليس فقط الولايات المتحدة، بالحقيقة كثير من دول العالم تدعم الكاظمي لغرض تغيير المسار السياسي الحالي اللي هو حقيقة أدى ما أدى إليه من فوضى عارمة في كل قطاعات الحياة. الكاظمي الرجل أولا هو أيضا ابن المجموعة اللي جت وحكمت بعد 2003 واستلم مهام جهاز المخابرات. خلال فترة تواجده في جهاز المخابرات لطبيعة عمل المخابرات ما كان أحد يعرف من هو الكاظمي وما هي توجهاته بطبيعة عمله، أنه يطلب سرية كاملة. الآن الولايات المتحدة تريد تغير وتريد تمد خيط النجاة للعراق لغرض الخروج من المأساة الموجودة، واللي سببها الرئيسي هو النفوذ الإيراني. مع ذلك لكون الأستاذ مصطفى الكاظمي نعم هو متجنس أمريكيا وعنده رغبة بالتغيير وكل
كل الأطراف تحاول تمد يد العون إليه، لكن إذا ما يكمل التغيير بالداخل ويوقف عمل أو يحجم الميليشيات ويمنعها من التدخل بالقرار السياسي، لا أمريكا ولا غير أمريكا ممكن أن تمد يد العون أو تحاول أنه تغير الأمر. هنا عندنا ما يخص الكاظمي كشخص يريد، نعم يريد يحط له بصمة بالتاريخ، ولكن يبقى هو ابن المؤسسة اللي تولت زمام الأمور من بعد الاحتلال. طيب ليومها. طيب لكن دكتور، نعم أنا سؤالي بنقطة مهمة. نعم. أريد أعرفها من حضرتك. نعم. إنه الآن هو الرجل. نعم. رايح مطلوب من عنده إنه يصل إلى. نعم. انسحاب القوات الأمريكية والولايات. نعم. المتحدة الأمريكية، هذا قرار برلماني يعني لازم تأخذ به إذا الرجل سعى به فعليا. نعم. بعد هذه الضغوطات. نعم. هل الأمريكان حيستمرون بدعمنا ويتفهمون إنه الرجل محتاج إلى خلق معادلة جديدة للقيام بما هو صحيح في ظل انسحاب القوات الأمريكية، لو حيسحبون إيدهم من عندنا إذا فعلا صار هذا الموضوع برأيك؟ والله إذا تم الانسحاب لنفترض من حيث المبدأ، يعني مجرد افتراض، راح يرجع عندنا، راح تعاد علينا ما دار علينا في عام 2014 من مآسي داعش وغيرها، هذه حقيقة. يعني لو الجيش الأمريكي ما مسحه بهذه الفترة كان صار اللي صار؟ الجواب لا. الناس اللي قاعد تدعم وتدفع بهذا الاتجاه، نعم هو قرار برلماني والقرار البرلمان موافق عليه على انسحاب، لكن على الشعب العراقي وعلى الكاظمي وعلى حتى أعضاء البرلمان اللي ارتباطاتهم خارج حدود العراق أنه راح تعاد المأساة وكفانا مآسي. الحكومة الأمريكية نعم انسحاب ما راح يصل انسحاب ولا من صالح العراق، ولكن راح كل ما في الأمر راح يصير إعادة ترتيب وجود القوات وتحديد مهام وجودها. هذا اللي راح يتم مناقشته، أما خروجها الفعلي فهو ما راح يتم، وحتما الإدارة الأمريكية عندها شروط معينة وراح توقف كل اللي متأملين بالعراقيين حاليا، من ليس دعم مادي، بالمناسبة الأمريكان ما يعطون دعم مادي بس يدزون شركات استثمار. طيب لكن استثمار. دكتور يعني المؤسسة. نعم. العسكرية العراقية الآن أكو إيمان من أصحاب القرار الموجودين بالبرلمان. نعم. إنه الآن تختلف وضعها. نعم. عن 2014 ونقدر ندير أمورنا بنفسها، فبالتالي يقول لك أنا ما أقدر اليوم قرار من البرلمان ما أقدر أخرقه، الأمريكان يريدون يخرقوه هم محتلين وأكو أكثر من طريقة لإخراجهم، هكذا هي اللغة الموجودة سيدي الكريم. كلام سليم، نعم أنه الوضع الآن يختلف بعض الشيء، ولكن متى ما تخلصنا من شيء اسمه ميليشيات، نعم نطلب كل العراقيين أنه لا القوات الأمريكية ولا أي دولة أخرى أن تبقى على الأراضي العراقية، لكن بالوضع الحالي بس تنسحب القوات الأمريكية المأساة راح تضاعف عما هو عليه الآن من مآسي بكل قطاعات الحياة، وسببها هي تواجد الميليشيات وتأثيرها ودخولها بأدق التفاصيل السياسية والاجتماعية. طيب. والعمل لجهات أخرى. لذلك يا أخي الكريم أمريكا راح تبقى، وفهمها من عندي، راح تبقى وباقين، لكن باقين على أن يتم تعديل مهامها وتعديل. جميل. أماكن تواجدها بحيث ما تكون دائما لعرضة إلى ضربات وليس يعني معسكرات مختلفة هنا وهناك، وإنما تكون في معسكر كامل. جميل. مثل جدا. عين الأسد وفي أربيل. نعم. طيب إذا أعود إلى دكتور رافع الكوبيسي. دكتور رافع، يعني إذا فعلا تم إعادة ترتيب وضع المتواجدين من الأمريكان إذا كانت على شكل قوات أو مستشارين في العراق تحت مسميات جديدة وكذا، تعتقد الفصائل المسلحة وفصائل المقاومة أو الميليشيات يعني راح يقتنعون بهذه الطريقة إذا صارت؟ أكمل ما بدأ زميلي، حقيقة عملية الاتفاقية الأمنية أو الاتفاق استراتيجي كان توافق بين الأطراف والمكونات، ومثل ما ذكرنا في لقاء سابق المكون الشيعي والمكون الكردي والمكون السني،
في التصويت على الاتفاقية لم يساهم المكون الكردي ولا السني، ويجدون حاجة في الوجود الأمريكي في المرحلة الحالية لوجود الميليشيات ووجود علاقة بالخارج، هذه مسألة. فكيف يعني كل القرارات اللي اتخذت يعني بعد 2003 على أساس التوافق، فهذا ما أخذ بالتوافق وما أعلنوا رئيس خرقت التوافق. الأمريكان خرقوا التوافق على هالأساس يريدوهم يطلعون. لا ما بس اسمح لي يعني طبعا. احنا ناخذ الشأن العراقي. اثنين طبعا. وجود قوى مسلحة بالشارع حقيقة أصبحت تثير كثير من القوى في العراق وتخشى على حياتها وتخشى على استقرار العراق، وربما كثير من يعني خلينا نجي للمتظاهرين اللي يمثلون يعني نبع العراق الحقيقي. هذول المتظاهرين لديهم مطالبهم انه خلو العراق من الميليشيات، وعلى ضوءها كذلك لديهم مطالب متعددة. هذه تتعلق بتغيير هيكلية الدولة العراقية. متى ما تغيرت هيكلية الدولة العراقية وأصبحت مهيئة لاستقبال التغييرات وإقامة دولة مدنية حديثة، حين ذاك ممكن البحث في تنفيذ القرار أو تنفيذ الاتفاق. أنا أعتقد سيكون تغيير بالمهام وبالأعداد. لكن إذا دكتور عفوا يعني إذا غيرت أنت بالمهام، احنا اليوم تدري دريد نخلص من صواريخ الكاتيوشا وضعف السلطه وضعف الدوله المستمر يعني على كل المستويات. اليوم المواطن يعتقد الدوله ضعيفه، شلون راح تخلص من الكاتيوشا اذا غيرت فقط مسميات وادوار على الارض؟ ما راح تتوقف هذه الصواريخ اللي تطلق، هي تجاوز على الدوله وتجاوز على السلطه القائمه اللي اختارها نفس مجلس النواب. فالاحرى بالقوى اللي محتضنة هذه الميليشيات أو الذين يطلقون الصواريخ أن توقف بعد حدهم، والأحرى بالسلطة كذلك يعني الدولة ورئاسة الوزراء والقيادة العامة للقوات أن تتخذ الإجراءات لكبع جماع هذه القوى، وهي تستطيع أن تحدد هذه القوى لديها القدرة. يعني أما استمرار هذه الوضعية معناها كذلك يعني هم أريد أقول لك لو عدم كبح هذه القوى راح ينطي مبرر لقوى إرهابية أخرى كداعش اللي أخذت تتحرك في مناطق معينة في شمال العراق وفي غرب العراق. يعني مو احنا ترى يعني عملية الموازنة الموجودة بالعراق اللي خلقت بين 2003 دائما يخلق الضد والضد. طيب لكن يعني لكن احنا خلينا نكون واقعيين دكتور رافع. نعم. يعني هذه الفصائل المسلحة أو مثل ما يسميها البعض الميليشيات، هذه ظهرت في ظروف كان الجيش العراقي ما بإدارة، يعني أكو فد مشكلة بالمؤسسة العسكرية فظهرت من أجل الإسناد، وصارت الفتوى الحشد الشعبي وغيرها، وصارت عندنا هذه الأطراف اللي هي ظهرت يعني حتى قبل يعني في فترات الإرهاب وغيرها. المؤسسة العسكرية انهارت واضطرينا أن تكون هذه موجودة الأطراف، ولولاها يمكن يعني رب ضارة نافعة. هذا البعض يقول رب ضارة نافعة، ظهور هذه الأطراف نفعتنا في الخلاص من داعش. هذا يعني واقع استثنائي صار عندنا بالعراق، لماذا نكبر الأمور ونظهر بأن الأمور تحتاج إلى مواجهة هنا؟ هذا الواقع الاستثنائي لم تزال كثير من أسبابه، لا زال المهاجرين ولا زال اللاجئين ولا زال المهجرين ولا زال المغيبين ولا زال نسبة الزيادة بالفقر في العراق. كل هذه عوامل قد تخلق السبب. اثنين، هناك مآخذ كثيرة ونقاط ضعف في تركيبة القوات المسلحة العراقية وفي القوى الأخرى الرديفة. يعني خلينا العراق يحتاج عملية تأخير. أنت تعرف عند اجتياح الموصل القوة الموجودة كانت بإمكانها يعني أن تحارب جيش آخر. يعني الأسلحة اللي قدرهم قيمتها ب 26 مليار دولار أسلحة. طيب. أكثر أسلحة أمريكا متقدمة. منين إجت؟ نتيجة يعني ضعف علاقتهم مع الجمهور، جملة الأخطاء، التجاوزات، الفساد اللي نخر، كلها أدت إلى هاي الحالة. يعني بس فإحنا نحتاج إلى منظومة جديدة تنظم. عسى أن يفلح السيد الكاظم في هذه المهمة وأن لا يكبلوا الآخرون. على الآخرين أن يأخذون المسألة بمنظار أوسع، لا بمنظار يخدم أيديولوجيات معينة مسوقة. جميل جميل. حان الوقت
أن ينظر للأمور يعني بشكل كامل. إحنا نحتاج منظومة كاملة للعلاقات. طيب. وأنا لا أقصد يعني تنظم العلاقة مع بين المركز والسلطة الاتحادية. تمام. وتحل المشاكل الأخرى. طيب وتستجيب لمطالب لا نخفي المطالب المتظاهرين. جميل جدا. هؤلاء المتظاهرين هم العين الطيبة اللي عبرت عن العراق الجديد ورفعوا السقف من سقف المكونات إلى سقف الوطن الكبير. ممتاز. يعني دعني أذهب إلى الدكتور سامي. يعني دكتور حقيقة قضية انسحاب القوات الأمريكية، إذا ما فعلا سعت الحكومة إلى هذا الانسحاب، ما تعتقد السيد الكاظمي إذا هذا صار فعلا السيناريو ممكن خلاص يقولها لهذه الأطراف وللفصائل خلاص طلعوا الأمريكان حلوا نفسكم طلعوا أو نواجهكم؟ ما تعتقد شوية تقوي من موقف للرجل أمام هذه الأطراف اللي دائما تتعذر بالوجود الأمريكي العسكري في العراق؟ والله الجواب على سؤالك، هل هذه الميليشيات تأسست بسبب مقارعة الجيش الأمريكي؟ بال 2014 من انسحب الجيش الأمريكي، هل حلت نفسها الميليشيات؟ الجواب لا، بل زادت وتم الانتقاص. وللأسف أقول هاي الكلمة، ما يستحق الجيش العراقي البطل صاحب التاريخ وصاحب الملاحم البطولية على مدى 100 سنة من تأسيسه لحد الآن. هذه كلها بدأت حتى يساء إلى سمعة الجيش العراقي، وهذا الكفر من جانب الميليشيات. أخي الكريم، أي انسحاب خذها من عندي من العراق من قبل قوات الأمريكية انسحاب كامل 100%، لو حتى تم الميليشيات راح تزداد وراح تزداد سيطرتها وراح يصير الانقلاب على الجيش كله بالكامل. أما تقول لي المرجعية اللي هي أنشأت ودعت وكذا، طيب المرجعية من صدرت فتواها ما قالت أسسوا ميليشيات بهذا الحجم وأخذ طابع سياسي وأخذ مواقع بالبرلمان، هذا ما دعت للمرجعية. طلبت أنه هالناس الموجودة تدعم الجيش العراقي من خلال وجوده داخل الجيش العراقي وبقيادته. نعم، الجيش العراقي ديش الفترة اللي حكم بها المالكي هذه 8 سنوات وبالأخص في بالمناطق كان حكم مبني على طائفية مقيتة هي اللي هيجت الناس وهم رادوا يتخلصون. نعم. بأي شكل من أشكال التواجد. نرجع لموضوعنا، حضرتك سؤالك يعني حقيقة وجدا دقيق. الميليشيات ما تنحل إذا انسحب الجيش العراقي أو ما انسحب، بالعكس، العفو، انسحب القوات الأمريكية أو ما انسحبت، راح يكون بالعكس، هي باقية وبتوجيه خارجي وراح يستمر هذا التوجيه، ويوما على يوم يبدي زيادة المطالب إلى أن يصير سيطرة شرعية رسمية للدولة. هسه هم مسيطرين بس مو صورة شرعية. طيب لكن يعقل دكتور طابع. تمام، واضحة الفكرة. يعقل أن نستند الآن إلى الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة ميليشيات أو فصائل يعني تعتبر نفسها ساندة الدولة وساندة الحكومة في قتال تنظيم داعش الإرهابي وغيرها؟ يعقل الآن أمريكا يعني صارت بمصلحتنا أن نوقف وياها بعد كل اللي سوته من 2003 لحد اليوم؟ أخي الوضع الحالي لا تتوقع أمريكا بعد تجي وتجيب قواتها وتقاتل ميليشيات أو تقاتل كذا، هذا موضوع إنسان، هذا ما راح يصير، خذ من عندي. هناك طرق، ضغوطات اقتصادية وضغوطات على الجهة اللي تابعة إلى هذه الميليشيات، يعني بمعنى آخر الضغوطات على إيران هي اللي راح تلعب دور الميليشيات بالعراق وليس بقتال الميليشيات داخل العراق. أمريكا ما راح تجي وتقتل بعد من الصار ويا سليماني والصار ويا المهندس، كان مخطط كبير تم اتخاذ إجراءات لوقفه، بس هذا حتى هذا الأمر ما راح يتكرر بعد، لكن راح يروحون على مصدر دعم الميليشيات اللي هي إيران. هم يحكيوها الميليشيات، ما يعني ما ضامها علينا. نعم، يقول لك إحنا سياستنا وعبوديتنا إلى الجانب الإيراني إلى دولة الفقيه وإلى آخره ولاية الفقيه. فهنا يا أخي الكريم، الميليشيات
لا تتوقع أمريكا في يوم ما راح تقاتلهم. طيب لكن دكتور سامي، السياسية والاقتصادية هي غير تمام، لكن هل تعتقد بأن يعني حكومة الكاظمي الآن في خطر؟ لأن سمع من تصريحات على الأقل من لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أنه راح يصير استضافة للسيد الكاظمي والوفد مات اللي راح يروح إلى أمريكا، تعال قل لنا سويت على قضية انسحاب القوات الأمريكية، إذا ما صار شيء قالوا راح نتخذ قرار بالرجل. هل تعتقد الرجل هنا على المحك في هذه الزيارة وفي يعني اللعب على هذا الموضوع وهذا الخط الأحمر الخطير؟ والله هو هسه أمام بين المطرقة والسندان، بين مطرقة الميليشيات وحلفاء إيران داخل البرلمان وداخل الساحة السياسية العراقية، وبين متطلبات الشعب العراقي اللي هسه بدأ نسبته تزداد أنه يتوجهون للأمريكان للغرض تخلص من الميليشيات، وبنسبة لا تقل عن 90%، ما أريد أقول 100% وأبالغ. ليش؟ لأن الميليشيات هذا دورها، وأما أنه الخطر قد يسحب الثقة عنه داخل البرلمان أو أنه يفرضون عليه شروط أنه لازم يوافق، إلا لازم تنسحبون الأمريكان، الأمريكان ما ينسحبون. مثل ما قلت لك يعيدون ترتيب مواقعهم، نعم، يعيدون ترتيب مهامهم، نعم، لكن انسحاب 100% هذا الخطأ صار وما يتكرر بعد. لأجل على الأقل التهرب من الضغوطات على الأمريكان لتعويض العراق عما صار. هذه أحد المبررات اللي الإدارة الأمريكية، ومو ترى مو هين ولا فد شيء صعب. تمام. قانوناً ممكن. طيب. ممكن يصير دعوة على الولايات المتحدة الأمريكية على اللي صار. ممتاز. لكن هل الميليشيات راح تتوقف إذا انسحب الجيش الأمريكي؟ الجواب لا. طيب. ثم لا. أما الأصوات الموجودة داخل البرلمان العراقي اللي تطلب هو ليس صوت الشعب العراقي وإنما صوت ولاية الفقيه. طيب، إذا كان معنا عبر السكايب الأمين العام للتحالف العراقي في الولايات المتحدة الدكتور سامي الجبوري، شكرا جزيلا على حضورك اليوم ويانا. شكرا جزيلا. دكتور رافع، أعود لك حقيقة، يعني الآن سيدي الكريم، يعني شلون السيد الكاظمي رح يقدر يعيد ترتيب الأوراق في المنطقة بهذه السفرة أو الحوار اللي يريد يسوي في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر مع ترامب، وفي نفس الوقت يعني أكو تشنج بالمنطقة، تدخل تركي، ميليشيات، إيران، رغبات هنا وهناك، إيش رح يحقق بهذه زيارته؟ وفي فترات سابقة لم نستطيع من ترتيب الأوراق، يعني ايش قد سمعنا عن عادل عبد المهدي والنجاح في العلاقات الخارجية، لم ينجح في نهاية المطاف وصار اللي صار. ما الجديد الذي يستطيع أن يقدمه الكاظمي في هذه الزيارة؟ تركيبة العملية السياسية القائمة ومسارها منذ 2003 شابه كثير من الأخطاء، لأنها قائمة على مرتكزات حقيقة بها ثغرات كثيرة، بدءا من الدستور وتشكيل مجلس الحكومة وتأليف الوزارات، ومن ثم المحاصصة الطائفية اللي استمرت في كل تشكيلات الوزارة وفي الانتخابات، واللي هذه الانتخابات الأخيرة وكانت مخرجاتها مخرجات متفق على أنها فيها كثير من السلبيات والأخطاء، بل عدم شرعيتها البعض يدعي، يعني البعض المراقبين. تسلم الكاظمي مثل هذه المسؤولية ويسموها حكومة الأمر الواقع. كان مخاض كبير جدا، تخللوا عمليات عسكرية واغتيالات ورد وبدل وضغوطات مختلفة، وفشل كثير من المرشحين أن يحصلون على التخويل، ولكن كانت خلينا نقول أنه حكومة الأمر الواقع أو الفرصة الأخيرة. هذه الفرصة تمنح لأن حد ممكن أن تنقذ العراق. الولايات المتحدة لا تعني الولايات المتحدة تعني الأموال العراقية المودعة. الولايات المتحدة تعني علاقتها بدول الخليج المؤثرة، الجارة للعراق والقطب الرئيسي السعودية اللي يقابل القطب الإيراني الآخر، اللي تقع للولايات المتحدة حاليا في نزاع كبير عليه ومصممة على محاصرته، وكذلك تعني مؤتمر الكويت، ومثل ما ذكرت حضرتك أنه الأتراك
تدخلوا في شمال العراق في منطقة كردستان وتوغلوا كثيرا تحت حجج مختلفة. إذن نحتاج حاليا إلى قوة دولية ردنا أم أبينا أخي، حتى لا يعني أنا مو يعني إحنا من الناس اللي كنا بخروج القوات الأمريكية بعد الاحتلال، طيب. لكن حاليا ننظر الأمور بمسألة أوسع. حاليا العراق من ناحية يعني التوغل الإيراني في كل المرافق، الوضع الاقتصادي الصعب والتوغل التركي الحالي، إذن الولايات المتحدة لما تمتلك من عوامل ضغط وأدوات مؤثرة في الجوانب الأمنية والعسكرية والسياسية، بالإضافة إلى أنه جزء من تسيير مشاريع التنمية في العراق ومخرجات مؤتمر الكويت لها أثر في مسألة العلاقة مع الولايات المتحدة، بالإضافة رغم ما يظهر من خلافات بين الدول الغربية، لكن هناك أكو اتفاق في مسألة العراق، وبدلالة أنه بريطانيا وفرنسا والآخرين قالوا طيب. نحن على استعداد للدعم. تمام. تأخذ المسألة يعني لا تأخذ بشكل انفرادي، لا تأخذ بشكل عاطفي. ناهيك على أنه ما يعني انفرز بالأيام الأخيرة يعني بالقيود اللي وضعت على الحكومة، بادرت الحكومة بمبادرات بسيطة تتعلق طيب. بالرواتب وغيرها وبسفرة وزير المالية ودق الطبول. طيب تمام. أكو جماعة يعني ما يريدون ننهض من الأمر جيد. الواقع جيد دكتور. الأمر الواقع مكبل للعراق يا عزيزي، يجب أن نخرج منه، صدق بمحبة أتكلم. طيب دكتور وبخبرة. خلينا نروح لبغداد هسا نشوف شنو رأي تيار الحكمة في هذا الموضوع. معنا من بغداد عضو تيار الحكمة السيد ياسر اللامي، أرحب بيك. وأستاذ ياسر، إحنا يعني المفروض بزيارة الكاظمي اللي تم الإعلان عنها إلى الولايات المتحدة الأمريكية ما نأخذ الأمور بشكل عاطفي وبقرار انفرادي، إحنا اليوم عندنا مصلحة وندور مصلحتنا، قرار البحث عن انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية كلها من العراق بشكل تام، البعض يرى وحقيقة عدد لا بأس به، يعني حتى مكونات بالعراق بأكملها تعتقد أن الموضوع لن يكون بمصلحة العراق، عندنا ضائقة وعندنا مشاكل وغيرها، لماذا التركيز على انسحاب القوات الأمريكية بالكامل وقطع العلاقات ويعتقدون أنه رح ننجح إحنا أصلاً بالحصول على الدعم المادي في رأيك؟ بداية تحية لك ولمشاهديك الأكارم وضيوفك الكرام، حياك الله. حقيقة يعني مسألة الحوار الاستراتيجي أو قد ممكن أطلق عليه المفاوضات الأولية لإيجاد بنية حقيقية للعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، هي ممكن أن تطلق هكذا على هكذا حوار، وليس يعني الكثير يتمسك بمسألة الأمن ويغض الطرف عن مسائل أخرى. يعني تأتي هناك ثلاثة ملفات على الحكومة العراقية الآن تدرسها، وهي ما يعني تم فتح النقاش والحوار معه في الجلسة الأولى للحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، تتصدر المسألة الأمنية المفاوضات باعتبار أن هناك قرار برلماني وهو سلطة شرعية، والنظام الديمقراطي تحترم القرار تصدر من السلطة التشريعية، يطالب الحكومة بإخراج القوات الأمريكية، ولكن يعني الخروج بسرعة وفي ليل وضحاها قد لا ممكن أن يتحصل، وغير ممكن أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بهكذا خطوة متسرعة، بل الآن الحكومة مطالبة أن يتم الاتفاق مع الجانب الأمريكي على جدولة لانسحاب القوات بأسرع وقت ممكن، كذلك الحفاظ على العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الاقتصاد. شلون حتحافظ عليها أستاذ ياسر؟ عفوا، كيف لك أن تحافظ؟ يقول لك أنت خلاص إحنا راح ننسحب وغيرها. بالعكس، لما ترامب سمع بقرار البرلمان في وقتها إذا تتذكر حضرتك، قال انطونا فلوسنا، احنا اللي صرفناها، شنو احنا ما جينا هيك ببلاش، بدا هو يطالب بفلوس الرجل، كيف لك ان تحصل على الدعم اذا انسحبوا؟ يعني فد نقطة أساسية في موضوع انسحاب القوات الأمريكية، تعلمون بأن القوات الأمريكية جاءت إلى العراق ليس هي وحدها، والقوات التحالف الدولي ومن معها جاءت إلى العراق بطلب رسمي من الحكومة العراقية لمساعدتها في محاربة داعش والقضاء على يعني داعش الذي احتل مساحات شاسعة من العراق، وهذا الأمر يعني يعلمه الجميع. يعني الآن الحكومة العراقية، هناك تصور لدى الحكومة العراقية ولدى البرلمان بأن ليس هناك الآن حاجة لوجود قوات أجنبية على الأرض العراقية، هذا من حق العراق باعتبار القوات الأمريكية والقوات التي معها الآن التي موجودة داخل العراق
هي ليست قوات محتله نفس ما كان عليه الحال في 2000 يعني بعد ما بعد 2003 الى سنه 2011، بس هي قوات موجوده بطلب رسمي وباعتراف الحكومه العراقيه بوجودها. الان الحكومه العراقيه تشعر بان الحاجه قد انتهت، ولكن ممكن ان الحكومه العراقيه تطلب بقاء مستشارين، ممكن ان تذهب باتجاه التدريب. تعلمون بان الجيش العراقي يحتاج الى تدريب وتطوير على الاسلحه، على الخطط العسكريه وغيرها من التفاصيل الاخرى. لكن شلون راح تقتنع الفصائل بهذا الموضوع؟ يعني هذا سؤال مهم. يجوز ما يقتنعون بقضيه المستشارين وغيره ويظلون يستهدفون المقار اللي بيها المستشارين الامريكان، ويقول لك الامريكان بعدهم ممكن ان يفسروها بهذه الطريقه. يعني خلينا نكون واقعيين، انا تابعت يعني البرنامج من بدايته، بعض الضيوف يعني هناك خلط في المفاهيم. اولا الفصائل المسلحه الان اللي نطلق عليها هي داخل منظومه الحشد الشعبي، ومنظومه الحشد الشعبي هي منظومه تابعه للدوله، ويتوجب على الدوله ان تمسك هذه الهيئات او الالويه، ممكن اي تسميه اخرى. وين الخلط؟ عفوا استاذ ياسر، هم قالوا هم دا يحكون عن فصائل خارج الحشد الشعبي، مو نعم. اللي بالحشد ما نحكي عن الحشد. نعم، اي فصائل خارج الحشد الشعبي ايا تطلق على نفسها، تقوم بضرب السفاره الامريكيه، تقوم بضرب البعثات الدبلوماسيه، تحرق، تعتدي، هذه خارجه عن نطاق الدوله، ولا يمكن لاي حزب سياسي او الحكومه العراقيه ان تعطيها غطاء لحمايتها من اي اعتداء خارج، باعتبار طيب. هذا الاعتداء الخارجي ينتهك السياده العراقيه، يعرض العلاقة العراقية مع الدول الأخرى سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو كما كان الاعتداء الذي حدث على السفارة الإيرانية، يعرض الحكومة العراقية إلى التزامات دولية مقابل هذه الدول باعتبار العراق دولة ذات سيادة معترف بها عالميا. فبالتالي أي تصرفات تصدر من فصائل أيا كانت التسمية التي تطلق على نفسها، تعتبر هذه الفصائل خارجة عن الدولة وخارجة على القانون، ويتوجب على الحكومة أن تتخذ أشد الإجراءات القانونية في اعتقال هذه الفصائل وتقديمهم إلى القضاء العراقي. غير ذلك يعني أي فصائل أخرى داخل هيئة الحشد الشعبي وتعمل هذا العمل، يجب على الحكومة أن تضاعف العقاب لها إذا ما حدث هكذا انتهاك منها. وأنا متأكد بأن هكذا فصائل إذا موجودت داخل المنظومة الحشدية وداخل منظومة الدولة. طيب لكن استاذ ياسر، نعم، اكو اعتقاد تمام، اكو نعم. اعتقاد انه هذه الاطراف قوية الى درجة انه الحكومة ما تقدر تسوي شيء لها، يعني هذا الاعتقاد موجود، يقول لك ها مدعومة من اطراف قوية قد تكون خارجية او غيرها، ولا لو هي اطراف ضعيفة وكم نفر كان لزموهم من زمان من اول ضربة سووها على معسكر التاجي او غيرها، كيف ترد على ذلك؟ نعم، يعني الجميع لاحظ بأن البرنامج الحكومي والأولوية لحكومة السيد الكاظم من قبله السيد عادل عبد المهدي كانت هو موضوعة حصر السلاح بيد الدولة. يعني مسألة حصر السلاح بيد الدولة ملف شائك كبير جدا، يعني ضمن هذا التساؤل جنامك أطلقه يدخل في هذا الموضوع. الدولة عليها أن تضع حدا، أن تتخذ باعتبارها تملك القوة، الآن تملك قوة سواء كانت في ردح هذه الجماعات، وإن كانت لن تتمكن من ردح هذه الجماعات عليها أن تصرح إعلاميا على أقل التقادير. خلينا نقول ترفع ذمتها من هذا الأمر ومن هذا التساؤل، ترفع ذمتها من ذلك وتصرح بأن هكذا قوات هناك عناصر خارجة على القانون تستهدف وتعرضنا، تطلب من الشعب، تطلب من هناك أجهزة. لدينا اليوم هيئة الحشد الشعبي يعتبر جهاز قوي بشخوصه بأدواته بمعداته، تطلب من هذا الجهاز باعتبار عادة الدولة أن يفرض الأمن كما شاهدنا في يعني في العام السابق في مسألة النوادي الليلية وغيرها، تدخل الحشد الشعبي وفرض القوة، فبالتالي أن تستعين بهذه القوات باعتبار داخل المنظومة الأمنية للدولة. غير ذلك يجب على الدولة أن تبرئ ساحتها من هذا الأمر وأن طيب تعالج هذا الموضوع بخطوات مدروسة. ممتاز، أعود إلى دكتور رافع. دكتور رافع، كفانا خلطا للأوراق، كافي هذه قضية ميليشيات وخارج إطار الدولة وإيران تدعمهم وغيرها، القضية تحتاج إلى قرار من الحكومة. هيئة الحشد الشعبي تقدر تلزم هذا الموضوع إذا كلفت، وتقدر وجربت هي في العام الماضي في الكثير من الأمور مثل ما ذكر الأستاذ ياسر اللامي، وبالتالي نستطيع من ضبط السلاح من خلال هيئة الحشد الشعبي ومن خلال الأطراف الأمنية وغيرها. يعني كفانا نكبر الموضوع وكأنها خلص يعني
العراق في جبهة والميليشيات في جبهة، فصائل بعضها دعمت الحكومة العراقية والدولة العراقية في فترات صعبة، كيف ترد على ذلك؟ مع احترام الرأي الأستاذ ياسر، لكن بالمقابل هذا تبسيط للأمور. أكو شيء واقعي، أكو خلط، القوى اللي خارج منظومة الحشد إلى تأثير وتمارس عملها، ولم أحد يستطيع أن يكبح جماعها، ناهيك على أنه ما حدث أمام الحراك الشعبي اللي كان وقوده أبناء الفرات الأوسط والجنوب وبقية العراقيين خلال 6 أشهر، وتعرض المتظاهرين إلى القتل، إلى أكثر من 700 قتيل وحوالي 23,000 جريح، وبقى هناك طرف ثالث، معناه أكو طرف ثالث خارج سلطة الدولة، يعني ولا حتى الحشيد يقدر، ولا ما يقدر لهم لأنه أكو ازدواجية بالولاء. أها نعم. طيب وإذا كانت هنالك ازدواجية في الولاء، يعني هاي مؤسسة عسكرية وأكثر شيء تصرف، يعني إحنا نعرف العراقية. الظرف يعني مع احترامي للمؤسسات الرسمية، بس نعرف الظرف اللي حتى شكل فيه الحشد الشعبي بعد يعني نهاية حرب داعش. هي حقيقة حتى الفتوى الجهادية كانت مهمة مقارعة داعش وحماية العراق، ما كانت تنص على إقامة مؤسسة. هناك من يسعى لإقامة نسخ، حقيقة صارت محاولة سابقة لنسخ التجربة الإيرانية بإقامة النسخة للحرس الثوري العراقي في العراق، الإيراني في العراق. هذه مشكلة، يعني مسألة شكلية ما تلاقي، يعني تتلائم مع رغبات العراقيين. في الدول اللي تحترم نفسها هناك قوات مسلحة موحدة وجهات أمنية مسلحة تحمي الوطن ولكن لا تحمي النظام. طيب لكن دكتور، والاخوان اللي جونا من برا، اسمح لي يا اخي، خارج اطار الدوله، الاخوان يعني اللي حتى جونا من برا هم يعرفون في الدول اللي تحترم نفسها القوات المسلحه تحمي الدوله ولا تحمي النظام فقط. تمام دكتور رافع، يعني احنا حقيقه تمام، لكن الحكومه العراقيه الان، سؤال، ما الذي يمنعها ان تقر قرارات الان ضد الفصائل الخارج اطار الدوله اللي سوت القصف وغيرها اللي هي ما لها علاقه بالحشد ولا غيرها، دبابات، طيارات، اسلحه، عندنا كل المعدات، جهاز مخابرات يستطيع ان ينهي الموضوع، البعض يعتقد خلال يمكن حتى اقل من اسبوع. ليش نكبر هالامكانيات لهذه الفصائل وهم كل اللي عندهم صواريخ كاتيوشا؟ التركيبة العمليه السياسيه اللي حقيقه توطدت ودجنت في العراق، بالاضافه الى تركيب حقيقه البرلمان ومساله التخادم المصالح الموجود، يعيق رئيس الوزراء على اتخاذ الإجراءات. لذلك يعني الدكتور عادل عبد المهدي طلع خارج الوفاض وما قدر يسوي شيء، متروك حاليا لرئيس الوزراء الحالي أن يقوم بهذا العمل، لكن يعني ظهر أنه دي يعني أكو قوى تكبل حركته، ما يستطيع أن يتخذ مثل هذه القرارات يعني الحاسمة يعني في الموضوع. تمام ممتاز. إذن أعود إلى الأستاذ ياسر، حقيقة الوقت يعني لا يسعفنا كثيرا. أستاذ ياسر باختصار شديد جدا، ما المطلوب من السيد الكاظمي في إذا طبعا خلال سفرته اللي سمعنا بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية الآن، ما هو الأمر رقم واحد في وجهة نظر تيار الحكمة بدقيقة واحدة لو سمحت؟ نعم، يعني أنا أتصور بأن الملف الأول ذات الأهمية للسيد الكاظم في الوضع في وقت الحاضر هو إدامة الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، والنقطة الأخرى المهمة هو مسألة تمديد النفط، عفواً الكهرباء وتصديرها من إيران. تعلمون بأن هناك مدد تنتهي بعد 3 أشهر أو 4 أشهر، يجب أن نضع حد لذلك، يجب أن نتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية في إيجاد صيغة لهذا الموضوع. ثلاثة، تطمين الجانب الأمريكي، الولايات المتحدة الأمريكية الآن تحتاج إلى تطمين من الشركاء بأن العراق هو الآن وحكومته هي محل التوازن الدولي، وترفض أي صراع مع يعني الجمهورية الإسلامية في إيران، وتطلب من الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الجمهورية الإسلامية في إيران أن تكون هناك حوارات حقيقية فيما يخص، يعني تعلمون بأن هناك لعبة إقليمية وهناك محركين لها، فيجب أن تطمئن هذه الأطراف جميعا بأن العراق لا يميل لكفة على كفة أخرى، والعراق ما زال في علاقته متواصل مع الجانب الأمريكي كما هي علاقته مع
الدول العربية والعالم والجمهورية الإسلامية في إيران. هذه ملفان تكون أولوية للسيد الكاظمي في زيارته المرتقبة للولايات المتحدة. ممتاز جدا. إذا كنت معنا من بغداد عبر السكايب عضو تيار الحكمة الأستاذ ياسر اللامي، شكرا جزيلا على حضورك، وكذلك أود أن أشكر ضيفنا من عمان نائب مدير مركز الخلد للدراسات والأبحاث الدكتور رافع الكوبيسي، شكرا جزيلا لك أيضا. شكرا. إذن مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.